وشعور خائر من الوهن يجعلك تشعر وكأن كل شيء يدور حولك. الإغماء حالة قد تكون مقلقة، الأمر الذي يسبب الارتباك للمسعفين من عامة الناس، فما بين الصفع وتقديم اللوائح النفاذة للمغمى عليه تكثر المحاولات. لكن هل تعتبر وسائل الإنقاذ هذه مجدية من وجهة نظر الطب؟ ما يبلي بصلة بقطعها وحطها بخشمة، تصل الإسعاف، أشوف النبض، أتصل ناس يعني مختصين لهالشيء. ممكن يعني نوعي؟ قول أصحى أصحى. برش شماي وبدق على صدره، وإذا شفت الحال زاد عليه بس قرر الإسعاف. من الاعتقادات الخاطئة والشائعة في المجتمع إن عند فقدان الوعي الناس حول المريض أو المصاب الفاقد الوعي يقوموا يجيبوا بصل أو يجيبوا عطر أو يقوموا يضربوا المريض على وجهه. هذه كلها اعتقادات خاطئة وليس لها أي صلة بالمجال الطبي. المريض لو كان فاقد الوعي لمسبب طبي فعلي لن يستجيب لأي مستثار من هذه المستثارات الخارجية للإنسان. طبعا من الأسباب الشائعة لفقدان الوعي عند الإنسان نذكر فيها مضاعفات أمراض السكر، سواء كان في ارتفاع حاد في مستوى السكر لدى المصاب أو انخفاض حاد، وفي كلتا الحالتين المريض يكون معرض لفقدان الوعي، سواء كان فقدان لمجرد دقائق أو ثواني معدودة أو فقدان قد يطول المدى بحسب المسبب الأساسي اللي حصل عند المريض. برضو من المسببات الشائعة الانخفاض المفاجئ في مستوى الضغط لدى الإنسان. وطبعا هنا نتكلم عن أسباب كثيرة، من ضمنها أن ممكن يكون حصل انعكاس عصبي لدى المريض. الانعكاس العصبي ناتج عن شو؟ الوقوف الطويل بشكل مباشر ممكن يكون واحد من المسببات، مسبب للألم بشكل كبير مفاجئ للإنسان، برضو يعرض الإنسان لانخفاض مفاجئ في مستوى الضغط. برضو بعض الأدوية اللي الناس تستخدمها بشكل مزمن ممكن تعرض الإنسان لانخفاض مفاجئ في مستوى الضغط. نجي نتكلم على مسبب آخر اللي هي المسببات لأمراض الجهاز العصبي، وخصوصا السكتات العصبية نتكلم عنها ممكن تكون واحدة من المسببات اللي تؤدي إلى فقدان الوعي. من الأسباب الشائعة والمنتشرة هنا أمراض الأذن الوسطى، كثير منتشرة. المريض لديه حساسية لفترة طويلة، لديه مشاكل في الأذن، ممكن ما يكون تعاين أو كشف على المشكلة في أي مستشفى أو عيادة، وبعدها فترة يبدأ يحس بدوار، وفترة يكون عنده فقدان للوعي بدون أي انتباه. عند فقدان الوعي الإجراء الطبي الصحيح، أولاً تتأكد الإنسان فاقد الوعي وعدم استجابة عنده ولا لا، وذلك بأن تقوم بهزة سواء عن طريق الكتف أو هزة بسيطة عن طريق الرأس، ويفضل أن لا تقوم بتحريك الرأس بشكل كبير لأن الإنسان وعنده سقوطة ممكن يكون تعرض لإصابة في فقرات العنق، وبالتالي تحريكك للرأس قد يعرضه لمخاطر كثيرة. فالأفضل دائماً أنك أنت تكون هزيت المريض أو حركت المريض عن طريق الكتف أو الصدر أو الجسم، وتقوم بمناداته باسمه بشكل بصوت عالي. إذا لا تكون هناك أي استجابة لدى المريض الأفضل أنك تقوم باستدعاء الإسعاف أو طلب المساعدة من أفراد آخرين حولك، وبعدها تقوم بالتأكد من وجود النبض ووجود الجهد التنفسي لدى المريض. إذا كان الجهد التنفسي لدى المريض موجود، النبض موجود، الحمد لله، هذه كلها علامات طيبة، الأفضل تحاول ترفع الأطراف السفلية للمريض أو تقوم بقلب المريض على الطرف اليسار، وبالتالي أنت تحمي له مجرى التنفسي، وبنفس الوقت إذا رفعت الأطراف السفلية أنت تقوم بمساعدة المريض على أن كمية الدم العائدة للقلب تكون زادت، وبالتالي يزيد كمية دفق الدم من القلب على الأطراف، وبالتالي مساعدة المريض على أنه يستعيد مستوى الوعي لديه. النصيحة الطبية عند الاستفاقة من الإغماء، حتى لو حس
المريض بأنه بصحة جيدة أو أن استجاباته العصبية صارت كويسة والحمد لله ويحس أنه متعافي، الأفضل أنه يقوم بزيارة للطبيب، وذلك للتأكد من عدم وجود أي مسبب خطير أو مسبب في خطورة على حياته هو المسبب الرئيسي لفقدان الوعي، لأن كما ذكرنا قد تكون أمراض القلب، قد تكون سكتات دماغية هي المسببة وفيها تأثير أو خطورة على حياة المريض. كثيرة هي الطرق التي قد تكون مؤذية رغم حسن النية، فإن صادفت مغمى عليه أو من يحتاج إلى مساعدة فلا تجتهد برأيك وارجع لمشورة طبية، فقد يكون الأمر خطيرا وليس بالبساطة التي تتوقع.